مرحبا واضح، أنا هالة خياط المديرة الإقليمية لأرض دبي. أرض دبي شركة موجودة في الإمارات من 15 سنة، ونحن على مدار العام عنا تواصل مع كبار المقطنين، وعنا برنامج كامل عن فعاليات لها علاقة بمحاضرات، بزيارات للمتاحف، بمناقشات فنية. عم نرصد تطور هائل لقبول الفن العربي عالميا، وهذا الشيء له علاقة بالاقتناء. اليوم في عندك متاحف مهمة بالعالم مثل اللوفر، مثل التيت في بريطانيا، مثل متحف جورج بومبيدو، مثل متحف المتروبوليتان في نيويورك، مثل المتحف الفيكتوريا ان ألبرت ميوزيم بلندن. طبعا هيدي بس أمثلة، اقتنوا أعمال فنية عربية بآخر عقد من الزمن. فطبعا هذا الشيء بيعزز الاستثمار بالفن، بيعزز ثقة المقتني العربي المهتم انه يستثمر بالفن العربي، على عكس ما كانت يعني المعلومات السائدة انه لا نحن نشتري فن اجنبي. لا، الفن العربي اليوم موجود وبقوة. الباحث والمراقب لتطور سوق الفن العالمي بيلاقي انه الاستثمار بالفن كان كتير ناجح. يعني اللي اشترى أعمال لبيكاسو بالأربعينيات اليوم عم تنباع بملايين الدولارات. اليوم أنا برجع بقول إحنا ما منحب بعالم الفن نستعمل كلمة استثمار، منحب نستعمل كلمة اقتناء، ومنشجع العالم على الاقتناء، إنه الإنسان يشتري لوحة لإيمانه بدور الفنان، يشتري لوحة يقدر يعلقها ويستمتع فيها. أهم لوحة فنية عربية فبيعت تقريباً بالمليونين ونص، مليونين وخمسمائة ألف دولار للفنان المصري طبعاً الراحل أبو الفنون الحديثة محمود سعيد. ولدت في مدينة دمشق اللي هي مدينة كتير جميلة تتمتع بالجمال والتاريخ والفن العريق، فالواحد يمكن بدون ما يفكر بيكبر بهذا الجو الرائع من الثقافة. يعني بظن أنه أنا اخترت الفن والفن كمان هو اختارني. كان في تشجيع كتير من الأهل نزور معارض فنانين بداخل بلدي بسوريا، وكمان لما نقدر نسافر، وهيدا الشيء تسلح كمان بالدراسة. أنا خريجة كلية فنون جميلة بجامعة دمشق، وبعدين عاملة ماجستير بكلية سنترال سين مارتنز في لندن، وبعدين عاملة دورات مكثفة يعني فنية من اللوفر بباريس. كان في دائما تركيز كمان على الثقافة ولكن على سوق الفن. الفن طبعا لا يقاس بمعيار مادي، ولكن لما الفنان بده يعيش من فنه فبدنا نقبل انه هو في انه هو سلعة بالنهاية، وانه هي إلى سعر. وانا فخورة اني اكون على الجهة الاخرى من انتاج الفن ونساعد بتسويق الفن. حلمي انه الوطن العربي يرقى بفنه، وانه يكونوا فنانيننا العرب كلهم بالمتاحف العالمية بشكل اكبر، ويكون في حالة ثقافية واعية حقيقية بكل بلاد العربية. بوجه رسالة لكل الفنانين والفنانات الشباب الناشئة العربية، اول شيء انه يوثقوا بنفسهم ويسلحوا تجربتهم الفنية بالعلم. يعني نحن لازم ننفتح للغرب ولكن نعود الى الجذور. شكراً موقع واضح، وبتمنى من كل جمهوركم يجي يزورنا بأرض دبي في مدينة دبي.